بسم الله الرحمن الرحيم. السلام الداخلي هو ذاك الشعور بالسكينة والأمان، لطالما بحث عنه الإنسان ولم يجد إلا قلة سبيله إليه. تريد أنت أيضا السلام الداخلي، تريد النجاح، تريد الشعور بالطمأنينة أينما كنت وكيفما كنت. الطريق سهل والدستور موجود لكل زمان ومكان ولكل إنسان. دعنا في رمضان نعيش كل يوم أحد طرق النجاح وكيف نملأ الخزينة بالطاقة الإيجابية. انتعش معنا كل يوم واروي ظمأك من أجمل دستور في الحياة، ودع شمس الحبيب تشرق في صدرك كلما سرت على خطاه. أهلا بكم معنا في شمس الحبيب عليه الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم إخوتي في سلسلة شمس الحبيب، والقصة اليوم عن عبد الله بن عمرو عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن سليمان بن داود صلى الله عليه وسلم لما بنى بيت المقدس سأل الله عز وجل خلالا ثلاثة، سأل الله عز وجل حكما يصادف حكمه أي حكم الله فأوتيه، وسأل الله عز وجل ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأوتيه، وسأل الله عز وجل حين فرغ من بناء المسجد ألا يأتيه أحد لا ينهزه إلا الصلاة فيه أن يخرجه من خطيئته كيوم ولدته أمه. إذن في هذه القصة الجميلة نرى كيف أن نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام طلب الحكم والملك والمغفرة. طبعا فوائد كثيرة في القصة، أذكر فقط ثلاث. إذن النقطة الأولى الدعاء للآخرين. فعند الدعاء لأخيك بظهر الغيب فإن هناك ملك يقول ولك بالمثل. فكلما كنت في قوة الحب وقوة العطاء كلما شحنت قلبك بالطاقة الإيجابية. فتصوروا معي لو أننا استبذلنا الغيبة والنميمة بالدعاء للآخرين، كم سنربح؟ كم سيكون الأجر كبير؟ كم ستعم الطاقة الإيجابية المجتمع؟ وكم يعني سنكون من الرابحين؟ النقطة الثانية، طبعا الأنبياء قدوة لنا، فالأنبياء كانت تدعو أيضا بملذات الحياة كوسيلة للخير، يعني كوسيلة، يعني أعمل خط على وسيلة للخير. وهنا يعني الثراء والملك لا يتعارض مع الدين طبعا. وستة من المبشرين بالجنة كانوا من أثرياء الصحابة، فيجوز إذن السعي وراء الثراء ونعم الله في الدنيا. فاجتهد وكافح ويعني عش النعيم في الدنيا دون أن تنسى الاستعداد للنعيم الآخرة. فطبعا الإنسان الواعي يفهم ذلك ويدرك جيدا أن كلا الهدفين لا يتعارضان. وإذا كانت هناك أفكار تفيد أن النعيم فقط بعد الموت، وأن يعني الحياة كفاح وشقاء، ويعني سنسعد حين نكون في الجنة، فهي خاطئة. فالله سبحانه وتعالى خلقنا لنكون سعداء، وكل من يعيش جحيم في حياته عليه بالبحث عن الأسباب، لأن هناك خلل أكيد في طريقة عيشه وكيف يمارس دينه. والنقطة الثالثة والأخيرة، الأعمال الصالحة كبناء المساجد وغير تسمو بالنفس دعاء لخالقها. فهذا سليمان لما بنى بيت المقدس دعا ربه بالحكم والملك والمغفرة، وهذا إبراهيم لما بنى الكعبة تقرب إلى الله وطلب القبول والبركة في الذرية الصالحة وأن يبعث نبي إلى مكة. نطلب الله أن يرشدنا لما يحب ويرضى. وإذا موعدنا غدا إن شاء الله، وقبل ذلك جملتنا المعروفة لندع شمس الحبيب تشرق في صدورنا.